اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لا يساعد على العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف بايدن أنه يشعر بقلق شديد بشأن التوترات في الشرق الأوسط، وشدد على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التصعيد الأوسع في المنطقة. في غضون ذلك قال البيت الأبيض إن إيران أثبتت بالفعل أنها قادرة وراغبة في شن هجوم كبير على إسرائيل، مؤكدا أنه يتعين على الولايات المتحدة أخذ خطابات المرشد الإيراني بشأن الانتقام على محمل الجدة. وأضاف أن واشنطن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان الدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة.